لا أعلم لماذا لهم كلب في قسم الإطفاء. إنه دائما يشم المكان ويعترض طريق الجميع، وهو ينبح علي عندما أغني. إنه ليس مجرد كلب عادي، إنه كلب إنقاذ. كلب إنقاذ؟ إنه حيوان أليف. هل يستطيع الكلب استخدام خرطوم الماء أو تسلق السلم أو استخدام جهاز الخلع؟ إن كان ذلك الكلب كلب إنقاذ فسآكل قميص المتسخ. لا لن تفعل، سأغسل ذلك القميص يا فتحي، فرائحته كريهة. أبي أنت مخطئ بشأنه، إنه كلب إنقاذ وأنا سأثبت لك ذلك. الهدف الأساسي من فحص هذه الأدوات المتكرر هو التأكد من عدم وجود أي خلل أو تمزق. سأتحقق من كرسي السلالم. ادفعيني يا أماني. الأفضل من هذا أن تجربه على الأقل على الدرج يا سيد أيمن. جاء فتحي ليصلح المصرف المسدود. ولهذا السبب يجب حزم المرضى وإحكام الأربطة بشكل جيد. ساعديني يا أماني. النجدة، النجدة. فاتن، ما الأمر؟ ماذا هناك؟ مرحبا. مرحبا بك أيضا. أرأيت يا أبي، إنه كلب إنقاذ استجاب لنداء الاستغاثة. أرجوك، هذا ليس مضحكا أبدا، وهو لا يثبت شيئا أيضا. هيا يا أيمن. سامي، هل هو كلب إنقاذ حقا؟ بالطبع هو كذلك، لكن ماذا يستطيع أن يفعل؟ شمشوم يتمتع بحاسة شم ممتازة، لذلك فهو كلب شم رائع. حقا؟ شكرا سامي. ماذا دهاها؟ لكن ماذا يعني تشوبسو؟ ليس تشوبسو بل فانغ شوي، إنه الفن الصيني العريق في ترتيب الأثاث لابتكار سيل من الطاقة الإيجابية في أي غرفة تريدينها. أوه، وهل المجمع التجاري بحاجة إلى هذه الطاقة؟ أنت محقة، سألقي نظرة عليه ولننتظر حتى يصلح فتح الدرج. سأطلب منه تغيير مكان الثلاجة، فلا بد أنها تطلق طاقة سلبية. أوه، عجباً، هذا صحيح. انسداد كبير في المغسلة يعيق عملي في المطبخ، أرجو في هذه المرحلة أن تصلحه دون أن تتلطف. انتباه. ماذا تفعلان في هذا المكان؟ أنا السباك فتحي، وقد جئت إلى هنا يا سيدي لأفتح المصرف المسدود سيدي. وأنا أساعد فتحي في فتح المصرف سيدي. حسنا، نقترح عليكما أن تتوقفا عن الغناء والرقص وتنهيا الأمر بسرعة. أمرك سيدي. مرحبا يا فاتن، أتبحثين عن أبيك؟ ليس بعد، يجب أن نجد الكلب أولاً. ها هو. مرحباً. ما الذي تخططان له؟ نريد أن نثبت أن شمشوم كلب شم رائع. فكرت في تدريب خاص له، وسأستخدم قميص أبي كريه الرائحة. حتى أنا أستطيع أن أشم ذلك. اذهب واعثر عليه. مرحبا فاتن. أين ذهب أبي؟ فتح المصرف المسدود وقال إن لديه أعمالا أخرى. يبدو أن شمشوم قد التقط الرائحة. لذا قبل أن تصلح سلم القبو المكسور، أتساءل إن كنت تستطيع إنزال الثلاجة إلى هناك، فطاقتها سلبية. طاقة سلبية؟ لم أسمع بهذا من قبل. ف
فتحي، إنه تشوبسو، وسميحة تعرف كل شيء عنه. أجل، لذلك سنغادر لترتيب المجمع التجاري. عجبا. النجدة. بدأت أتساءل إن كان يعرف حقا أين يذهب. ربما كان يشعر بالجوع، فأنا جائع. أعتقد أن أبي كان محقا، إنه ليس كلب إنقاذ على الإطلاق. هيا بنا، الأفضل أن نعيده إلى قسم الإطفاء. اصمت أيها الغبي. انتظري يا فاتن. أعتقد أنني أسمع شيئا. لا تكن سخيفا. أعتقد أن تلك شاحنة أبي. النجدة، النجدة. أبي. أنت بخير. سأتصل بالإطفائي سامي. لقد تعرض فتحي لحادث، إنه عالق في المقهى الكبير. لا، وقع حادث في المقهى الكبير، انطلقوا. لنتصل بالممرضة، فقد نحتاج إلى مساعدة طبية. حاضر سامي. هون عليك يا فتحي، سنخرجك من هنا حالا. احذر يا سامي، لا تقم بتحريكه، علينا أن نكون حذرين، فربما كسر ظهره. أحضرت كرسي السلالم لسحبه. لا يمكننا استخدام كرسي السلالم يا أيمن، لم يعد هناك سلم، نحتاج إلى نقالة الجرحى. صحيح، إلى نقالة الجرحى. هيا برفق الآن. الكسر في ذراعه ليس خطراً، سيتعافى بسرعة كبيرة. انظر من جاء لرؤيتك أبي. جميل. كفى. أبعد ذلك الكلب الغبي. أنت تقصد كلب الإنقاذ الغبي؟ حسناً حسناً، إنه كلب إنقاذ. كنت محقة يا فاتن. كلب إنقاذ رائع، يأتي لا ينسى يتابع. كلب إنقاذ رائع، يأتي لا ينسى يتابع.